وضحت معالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أنه تسلم وفحص الأوراق بدأ من النهاردة وبحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية. الإجراء ده هيفضل يتعمل كل يوم ما عدا الجمعة والسبت، يعني 2 3 4 5 ما عدا الجمعة والسبت لمدة أسبوع، أسف، حد 2 3 4 5 ما عدا الجمعة والسبت ولمدة أسبوعين من النهاردة. نبدأ الإجراءات من الصبح الساعة 10 صباحا لحد الساعة 3 العصر. خلونا نرحب بست سفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. أهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا أستاذ يوسف. مساء النور. يمكن إحنا محتاجين أكتر نطمن على أحوال ولادنا اللي جم من أوكرانيا علشان يدخلوا الجامعات هنا. اللي أنا فهمته أنه في مجموعة من الإجراءات والضوابط تم التوافق عليها، إيه هي يا فندم؟ خليني في البداية أستاذ يوسف أقول أنه زي ما القيادة السياسية اهتمت بسلامة وأمن هؤلاء الطلبة وعودتهم إلى أرض الوطن، اهتمت أيضا القيادة السياسية بتأمين مستقبلهم الدراسي، وعلشان كده وزارة الهجرة أطلقت استمارة على منصة إلكترونية بنجمع فيها بيانات الطلبة، الجامعات، السنوات الدراسية، المحافظات، مع مستندات ولا معهوش مستندات تثبت قيده في هذه الجامعة. والحقيقة يعني رصدنا أكثر من 2000 طالب قاموا بتسجيل بياناتهم على هذه الاستمارة الإلكترونية، وتم موافاة وزارة التعليم العالي بيها. الحقيقة 2000 دول منهم يمكن فوق 800 معاهم إثباتات إن هم يعني داخل جامعات أو في سنة دراسية معينة أو شهادات قيد، وفوق 1000 ما سنحتلوش الفرصة إن هو يبقى معاه هذه الشهادات أو الإثباتات. طبعا زي ما حضرتك عارف تداعيات الأزمة وجامعات قفلت فجأة، فالولاد ما عرفوش يجيبوا هذه الإثباتات. بعتنا كل هذه البيانات والمعلومات لوزارة التعليم العالي، كان في الحقيقة تعاون وتنسيق ما بين الهجرة وما بين التعليم العالي، واللي بدورها جهة الاختصاص وزارة التعليم العالي أقرت ضوابط معينة وتعرضت في مجلس الوزراء السابق، والحقيقة أخذ دولة رئيس الوزراء القرار في ضوء ما عرضته وزارة الهجرة وضوء ما اقترحته وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الحالات، وتمت الموافقة على إحالة هؤلاء الطلبة إلى الجامعات الخاصة والأهلية. زي ما حضرتك ذكرت من النهاردة ابتدت وزارة الهجرة تتلقى المستندات والطلاب في مقرها بأحمد عرابي المهندسين من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 3 عصرا ما عدا يوم الجمعة والسبت. النهاردة جالنا 200 طالب، والحقيقة كان في أيضا استمرار للتعاون والتنسيق مع الهجرة مع سوري ما بين الهجرة ومع التعليم العالي، إنه في ممثلين عن مجلس الجامعات موجود معنا، فإذا إحنا بنشتغل مع بعض في استلام هذه المساندات. طيب الولاد اللي هم ما عندهمش مساندات واللي ما سمحتهمش الفرصة إن هو يبقى معاهم، وده العدد الأكبر، من ضمن الضوابط اللي أعلنتها وزارة التعليم العالي إنه هناك فرصة 3 أشهر لهؤلاء الطلبة إن هم يجيبوا هذه الإثباتات بقيد الدراسة. والحقيقة إنه سفارتنا في كييف يعني حتتعاون في التواصل مع هذه الجامعات أول لما تفتح أبوابها، وإن شاء الله بعد ما تستقر الأوضاع في أوكرانيا إن إحنا نجيب لهم هذه الشهادات عشان يقدروا إن هم يتم تحويلهم إلى الجامعات الخاصة والأهلية. طيب. طبعا عندنا فضل. لا يا فندم اتفضلي يا فندم كملي، هخلي أسئلتي في الآخر. طيب آخر حاجة هقولها، إحنا عندنا بعض الكليات زي الطب البشري، الصيدلة، الهندسة، طب الأسنان، هذه التخصصات من ضمن ضوابط التعليم العالي إنه سيتم الإعلان عن إجراء اختبار لمستوى لتحديد مستوى هؤلاء الطلبة اللي دون هذه التخصصات ممكن إن هم يدخلوا على البوابات الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية عشان يشوفوا الأماكن الشاغرة في هذه التخصصات ويقدروا إن هم مباشرة يتجهوا إلى هذه الجامعات.
عظيم جدا. طيب اول سؤال يا فندم، مساله انه ادينا مهله للطلبه 3 شهور وبالتعاون مع سفارتنا في كييف للحصول على المستندات، انا يمكن من ابناء مدرسه ماذا لو، طب ماذا لو لا قدر الله استمرت الحرب لفتره اطول من كده واستمرت الازمه وبالتالي مش هنعرف نجيب المستندات في خلال مده 3 شهور، يعني هل من الوارد انه بالتنسيق ما بين وزاره الهجره عند حضرتك وما بين وزاره الخارجيه ايضا انه تحصل المخاطبات بشكل رسمي ما بين وزارتي الهجره والخارجيه المصريه وما بين سفارتنا في كييف وايضا ملحقيه او ملحق التعليم الأوكراني هنا في القاهرة؟ هو الحقيقة ما نقدرش نجزم إذا كان الموضوع سيستقر من عدمه في الوقت الحالي، صحيح، ولكن اللي نقدر نجزم بيه هو يعني اهتمام القيادة السياسية بمستقبل هؤلاء الطلبة. صحيح. فالبداية كمرحلة أولى إنه التعليم العالي إدت المهلة 3 أشهر، لو حصل ان احنا بعد 2 شهر لقينا الاوضاع زي ما هي، بالتاكيد احنا كوزاره للهجره زي ما كان حاصل الحقيقه تواصل مع الطلبه يوميا عبر الجلسات الحواريه الافتراضيه مع الطلبه في اوكرانيا لغايه لما نزلوا، اكيد هننقل يوم عن يوم تداعيات الموقف، وبالتالي نقدر ان احنا نعرض على وزاره التعليم العالي زي ما قلت لحضرتك جهه الاختصاص تطورات الموضوع، وبالتأكيد أن إحنا مهتمين بمستقبل هؤلاء الطلبة لأنه ده غصب عنهم، ده مش أنه هو معرفش يجيب عشان مش عارف يجيب، لا هو مش عارف يجيب لأن في حالة استثنائية وفي جامعة مقفولة وحرام أن إحنا نضيع عليه السنة. أنا برضو عايزة أقول لحضرتك أن إحنا عندنا لسه يعني يمكن 20% من الطلبة ما زالوا متواجدين في أوكرانيا، والطلبة دول الحقيقة فضلوا أن هم يكملوا لأن هو قال يعني أنا مش عارف إذا كانت الدولة ستعترف بالجامعة بتاعتي من عدم، فأنا مش هقدر إن أنا أجازف وانزل وأنا فاضل لي 1 شهر على التخرج، فأنا على مسؤوليتي أنا هكمل لغاية لما أشوف الأوضاع. فأصبح ده قراره هو. فأصبح ده قراره هو. إنما طبعا بالتأكيد إنه إحنا ما زلنا مستمرين في رصد المشهد في أوكرانيا. ومستمرين أيضا في التواصل مع الطلبة ومع أسرهم. عايزة بس أنبه الطلبة أستاذ يوسف بعد إذنك، أرجوك يا فندم، أنه في الكثير من الشائعات. النهاردة أنا على جروب على الواتساب للطلبة العائدين وابتدى يكلموا على يعني أمور غير صحيحة، وأنه حصل مقابلة مع وزير التعليم العالي، مقابلة الطلبة مع وزير التعليم العالي واللي أقر بعض الشروط. أرجو الالتزام بما تصدره وزارة التعليم العالي في بياناتها الرسمية، وأيضا بما تصدره وزارة الهجرة في بياناتها الرسمية، لأن هناك الكثير من الشائعات، هناك الكثير من المحاولات لبث يعني الخوف والذعر في قلوب الطلبة وقبول وقلوب أسرهم. فأرجو بس أن احنا نلتزم بهذه البيانات ولا يتم الالتفات لأي شائعات في هذا الإطار. طب هل يا فندم نقدر نقول أو حضرتك يعني تقول لنا إيه هي الضوابط والمعايير اللي على أساسها يتم قبول الطلبة في الجامعات داخل مصر سواء إذا كانت خاصة أو أهلية أو غيره؟ زي ما قلت لحضرتك الطالب وهو جاي عندنا في وزارة الهجرة لازم بيبقى معاه جواز سفره، وجواز سفره بيبقى مختوم عليه إقامته في أوكرانيا، لازم بيتم إثباتها أنه هو كان موجود قبل 24 فبراير اللي هو بداية الأزمة. مظبوط. فده لازم يبقى فيه إثبات أنه هو فعلا كان في أوكرانيا. صح. وطبعا أي أوراق تثبت قيده في السنة الدراسية واسم الجامعة والبيانات، كل ده مطلوب. عظيم. الولاد اللي بيجولنا النهاردة ومعهمش حاجة، احنا بنقبل بياناتهم معلوماتهم لانه خلاص انا عارفة انه هو ده من خلال باسبوره، انا متأكدة انه ده كان في اوكرانيا. بس هو منتظر ان هو يجيب لي هذا الاثبات، فمش بقول له لا ما انت مالكش حاجة عندي روح، لا انا بقبله وبقيده وببقى عارفة ان ده قدامه هذه المهلة من 3 أشهر. هنيجي بقى للتخصصات زي ما قلت لحضرتك، الضوابط اللي اعلنتها التعليم العالي، الطب البشري، طب الاسنان، الصيدله والهندسه، دول هيتم الاعلان من قبل وزاره التعليم العالي على
اليوم اللي سيتم فيه عمل هذه الاختبارات لتحديد المستوى، لأنه زي ما حضرتك عارف يا أستاذ يوسف الناس في طلبة بتروح أوكرانيا، المجاميع مختلفة والقبول مختلفة، فلو هو حتى في طب بشري في أوكرانيا وحيرجع هنا وعايز يكمل طب بشري، فالحقيقة ممكن إن هو يخش طب بشري هنا ولكن يتعثر في التعليم، يبقى مش هو من نفس المستوى العلمي اللي هو جاي منه. فحماية للطالب نفسه وحماية لأسرته ومستقبله الدراسي، أقرت وزارة التعليم العالي يعني تنظيم امتحانات واختبارات لتحديد المستوى عشان نقدر نقيم الطالب في هذه التخصصات الأربعة. ما دون ذلك زي ما قلت بيروح على البوابات الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية ويقدم مباشرة. طب في كلام غريب، يعني أنا سمعت مثلا جملة غريبة جدا أنا مش عارف مدى صحتها، أنه بعض كليات الطب في بعض من الجامعات الأوكرانية كانت بتقبل الطلبة اللي كانوا شعبة أدبي في الثانوية العامة، وأنا مش عارف إذا كان ده حقيقي ولا لأ. وإذا أيوه أنا سمعتها أنا كمان يا أستاذ يوسف. أيوه. والحقيقة يعني الكثير طبعا من عايز أقول طرائف شائعات، ناس كتيرة ابتدت تتكلم في الموضوع ده، وأنا يعني مش عايزة إن إحنا كمان كفاية الأولاد اللي شافوه في أزمة أوكرانيا، يعني إحنا مش عايزين نكدرهم أكتر وأكتر ولا إن إحنا نقلل منهم ولا من يعني خلي بال حضرتك ان هم دلوقتي بيمروا بي يعني ظروف نفسيه يعني محيره طبعا، هو مش عارف هيعمل ايه، فمش عايزين نزود عليه كمان عبء انه الناس بتقول ده اللي هو في طب بشري ده كان ادبي اصلا او الكلام ده، زي الضوابط اللي اعلنتها التعليم العالي ده اللي احنا هناخد بيه، تحديد المستويات ده اللي هيفرق ما بين الطالب والاخر. حلو. حماية لي زي ما قلت لحضرتك ولمستقبله الدراسي. وللمزيد من المعلومات يجب على الجميع أنه يراجع بيانات وزارة الهجرة ووزارة التعليم العالي. أي حاجة تكتب على جروبات واتساب على أي حاجة من فضلكم لا يتم تداولها، كتير بيجي لي واتساب رسائل هل الخبر ده صحيح دي إشاعة ولا لا، أخبار كتيرة كتيرة متداولة، ف الأهم إن إحنا نلتزم بالبيانات الرسمية لكل من وزارتي التعليم العالي والهجرة. ربنا يقويك يا فندم، إحنا بنشكر حضرتك جدا وشكرا على هذا الجهد المبذول دايما من حضرتك ومن طاقم عمل الوزارة، ألف شكر ليك يا سيادة السفير. شكرا يا فندم. شكرا ليك يا فندم، كل الشكر لمعالي الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.